ليك في البيبسي بسرعه. مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع، مع حضراتكم مصطفى جابر. احنا دلوقتي في تحدي الاكل اهو. كلام عن لو خلصت السندوتشين دول مع البطاطس مع في حاجه في بيبسي جاي الساعه جايه هتاخد المبلغ ده. لو تشوف تعرف بيك احمد حسن، خلينا نشوف احمد حسن قد التحدي ولا لا. ان شاء الله. يلا نبدا. بسم الله. طب الفلوس دي عشان ما تطيرش. ماشي. سيبني نفسي عم اسحب. ماشي. انا اول ما اقول لك هبدا ماشي. ده اول ما يلا خلينا نبدا كده مع بعض. يلا نبدا. ماشي ماشي. يلا يلا. واحد اثنين. ماشي. ابدا. ابدا. الموضوع صعب كده. اما تشوفه شيف محمد فضل احمد انا كده هاخده واجب. قول لي شيف، في حد فاز بالتحدي ده؟ في خمسه لحد دلوقتي. خمسه من اصل كام؟ من اصل 50. اصل خمسه من اصل 50؟ طب ايه يا احمد، هتبقى ليفر ولا ايه؟ والله انا مش عارف انا بعمل ايه. خلاص يا احمد ماشي. احمد خد بلدي يا احمد، خد بلدي. مش مهم المناديل، مش مهم المناديل يا احمد، سيبك من المناديل دلوقتي. يلا عدى قد ايه كده خلينا نشوف. لسه كام؟ دقيقة. يا احمد خلصت اول دور تقريبا. مش متوقع ايه؟ لا ان شاء الله انا متفائل اصلا من ساعه ما دخل. انا قلت له ان شاء الله انت هتكسب يعني باذن الله الاتحاد. كل ده صح؟ ايه الاكل حلو؟ الاكل حلو؟ شوف البال. يلا يلا يا احمد انجز يا احمد. ان شاء الله. لبس على طول. يلا. عاش. تفائل انا. يلا يلا. عاش يا بطل يلا. عاش عاش. ليتس جو مان ليتس جو. يلا يا احمد. انا عايز فوطه. فوطه. بطاطس. بطاطس. يلا يا احمد يلا انجز. ايوه ايوه. عاش عاش. فاهم انا برضو بساعدك اهو. بساعدك كلنا. ايه ده اسوان؟ حلو يا جماعه غبت الحلو بس جبنا كتير قوي. خليها برضه نقول شويه حاجات. ليتس جو ليتس جو. ايوه يلا يا احمد اعملها. عاش يا احمد عاش. بس خد بالكبشه. لا اسمه اسمه. ايوه بس ما تعجلش يا عم ان شاء الله. على فكره في ناس هنا كتير بتحييك بتشجعك. اشرب تاني بيبسي يا احمد. بسمع نصايح الناس اللي على ال يلا يا احمد. بسم الله بشجعك اهو. انا تقريبا شبعت يا جماعه. لا 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 ما تخسرناش. ايه ايه انت فاضل قد ايه؟ لا اللايف اللايف شغال كله بيشجعك. الناس كلها معاك يا نيف. شغال يا انت عارف ده خلص خلاص اهو. قرب العلاج عليا. تذكر عيد العلاج عليا. عايش عايش. حط الفلوس قدامك. يلا بص تخيل تخيل بقى الفلوس ال 1000 جنيه. يلا يا احمد. 1200 عاش 1200. تخيل انت لو انا حصل لي حاجه. عاش والله يا ابني. مش هيحصل لك ان شاء الله. عاش والله يا احمد. يلا انجز.
والله يا ابني انت برنس، الله اكبر عليك. احمد خلينا نقول لحضراتكم ان التحدي 1200 جنيه. الله اكبر عليك. 1200 جنيه بيدفع 200 جنيه. بيدفع 200 جنيه، احمد دفع 200 جنيه. فاز هياخد 1200 وعليهم 1000 ال 1000 الهديه. خسر الرهان كان معايا ال 200 جنيه. خلاص شكرا. فاضل قد ايه؟ الفكره ان هو لو كسب حتى 1000 جنيه هياخد منها كمان 1000 جنيه. الرهان ده معايا يا جماعه. يا اعتقد ان لا ان هو احمد قدامه فرصه كبيره. هو خلص تلتين السندوتش الاولاني. يا احمد راح الحاله ساعه حبيبي. يلا يا بابا يلا. انا مش عايزك تشوف سيرة سندوتشات، عايز اشوفك الاستيك. شوفوا الفاكهه. الناس هنا بتشجعك جدا يا الناس كلها معاك يا دج. يا رفع راسنا يا جبنا مصعب الموضوع ده من الاول. كله استنى. يلا يا احمد يلا يا احمد. بص الشيف بيقول لك ايه، يعني عايز اقول لك انا مش مزود حاجه فاهم. ده عايزين نعرف نصايح الناس بس. ابدا بايه؟ الناس بتقول ايه طيب؟ يلا يا احمد يلا. ايه؟ اللي تشيكن خلص يا ابني. صعب خلص. يا الله اكبر عليك. تقول ان حدش في نص الوقت لسه. لسه بدري. مش عارف اكمل. هنكمل ان شاء الله. هنكمل. طب يا احمد خد نفس. اشرب بيبس، اشرب بق بيبس كبير. المشكلة البتاع كله سعرات حرارية ومش ورد بتاع. اتقدم. انا سمعت لك والله. والله مش قادر. طب ايه تساعدك في البطاطس؟ يا ليه؟ يلا طب هتساعده في البطاطس يا جماعه. البطاطس يلا. يلا الشيف. والشيف فاهم عشان الشيف الحدايه الرزق. يلا صب نوبي. يا احمد يا احمد بس انجز يا احمد. يا احمد الناس هنا بجد يعني مش كلام بس هنا اللايف عليه ريتش عالي قوي. المنظر ده مش عاجبه يعني. خلينا ليه نشوف بقى هتكسب ولا ايه؟ ان شاء الله هيكسب باذن الله. انا متفائل جدا انه هيكسب باذن الله. هاف تايم كده ايه؟ لا لسه مش هاف تايم يا اخي. جبنا مضايقاني وربنا. لسه مش هاف تايم. لسه مش نص الوقت حتى. على فكره انت قدامك فرصه تكسب. يا عم يا رب. انا سمعت من قادر. لا هتاكل والله. جبنا صعب قوي. لا هتاكل هتاكل يلا يا احمد يلا يا احمد. خلاص انت خلصت نص الوقت. بص يعني خد بقى السندوتش ده كله. في استاذه سلمى بتقول السندوتش كبير كده ليه؟ ولا عشان مسابقه ايه؟ مسابقه يعني. هو في العادي السندوتش ما بيبقاش كده؟ هو بيبقى كده بس مش بنفس الحجم. اقل شويه. خلاص يا زي ما هي قالت. شفت يا استاذ سلمى الخرم بيخم. ابو يوسف بتقول لك لا مش هتكسب. هتكسب. هتكسب ان شاء الله. يلا يا ابني عشان خلاص. هاف تايم. هاف تايم؟ انجز. هاف تايم فعلا؟ ايوه والله. احمد العفيفي ولا لا؟ احمد العطيفي بيقول لك كسبان ان شاء الله. باذن الله حبيبي. ان شاء الله. احمد كده مالكش دعوه تركز في الكاميرا احنا بنسمع حالنا. ما تركزش خليك بقى. بسرعة بسرعة. أهم حاجة السرعة. دخلت في نص الوقت حبيبي. يلا عشان الصوص لسه موجود. لسه. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. يلا. أحمد هشام بيقول لك الله بيشجعك. حبيبي خد الفلوس وابني. يلا ما تضحكش كل. يلا. عاش يا نجم. بقول لك يا شيف محمد عاشور بيقول لك هو لو خد لو كل واحد ياخد 500 جنيه؟ لا لازم. ايوه صح. يلا. هو كده اول واحد خلص؟ كده اول واحد خلص بس لسه هنا فاضل العيش لسه ما خلصش العيش وهنا كله عيش بس. فلازم كل ده يخلص. التحدي على فكره يعني تحرس ما شاء الله بجد. على فكره انا بحييك جدا يا احمد. اللايف فاست يا احمد بس. يا احمد نشجع احمد يا جماعه. نشجع احمد. الله يا اخويا. يلا يا نجم تكمل الفلوس هنعمل بيها ايه؟ هتعمل ايه بال 1000 جنيه؟ قلنا هنعمل بيهم مزيكا. محتاج التراك جديد. يلا عند العالمي طبعا. اكيد طبعا. يلا يا ابني يلا انجز. يلا يا احمد خد بقى السندوتش كله مره. بص محمد احمد بيقول لك عاش يا بطل. الموضوع صعب بس بالتوفيق. يلا يا
يلا يا بطل. احمد شكري بيقول لك صحتين وعافيه. بطل 10 دقايق يا بطل، لسه باقي 5 دقايق انجز. 5 دقايق يا احمد. محمد انور بقى بيقول لك مش هتكسب. هيكسب ان شاء الله. ايه؟ هيكسب ان شاء الله. ايه ده تظاهر ان انت الكومنتات السلبيه بتجيب معاه. عاش يا احمد. في 15 بيقولوا مش هتكسب. ما تمدخش هم اقدر. يلا عاش يا نجم في 1000% يا نجم. اه يلا دلوقتي نسهر بيهم سهر عالميه يا ابني. ده هنسجل عند العالمي يا ابني. محفظتي فاضي عايزين. هي فاضل قد ايه؟ خليها بس نشوف ال فاضل كده 5 دقايق. فاضل 5 دقايق يعني لكل المتابعين اللي بيشوفوا اللايف دلوقتي، فاضل 5 دقايق وتقريبا احمد بيفنش. هنشوف هيعمل ايه. احمد هيخلص شكلها ما بدهاش ولا ايه؟ عاش يا احمد. احمد انت فاضل 5 دقايق بالظبط يا احمد. ان شاء الله تبلع حماد. انت بيشوفك 5000 واحد دلوقتي في اللحظه اللي بكلمك فيها دي. عندها يا مان غير الخمسه اللي ورايا. يلا انت قدها تعبت هعالجك انا. 200 جنيه اديله على ظهره كده شويه. ايوه في الكرسي. خش بقول لك شيف سلمى بتقول لك الوقت لو خلص وفضل حاجه بسيطه تديله 500 جنيه شرف المحاوله. لا طب يلا انا خايف ابلع اللحمه على فكره. اللحمه صعبه قوي. ما قلت لك ابدا بيها. بس انت خلصت الصعب. يلا محتاج اقلع البنطلون. احنا لايف. لا البنطلون عادي. ما هو ماشي. كل. يلا يا بطل انت اقوى. يلا. انت ضحك عليه وجايب بركه خشب. يا جماعه دي محاولات ان هو ايه يقول ان الاكل ده بامانه الاكل. بسم الله ما شاء الله والله العظيم. اه طب يلا يا احمد انجز يا احمد. خلاص بقى ايه 4 دقايق. ممكن حد يساعده؟ اه طبعا. يلا. يلا 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 يا احمد. 4 دقايق كافلين انك انت تخلص انجز. انت قدها يا مان. قلت لك هتجيب. يلا ده في شويه حبابه يا بابا. يلا عاش. يلا يا احمد. يلا يا احمد خلاص فاضي. وريني فاضل قد ايه. باقي 3 دقايق. يلا احمد. لا فاضل كام؟ 3 دقايق. اه 3 دقايق. يلا يا احمد. احمد اعتقد هتقدر تعملها ان شاء الله. كلنا صح. ماشي يلا. العيش بقى ومعاك بقى البطاطس. كلنا بنشجعك يا احمد. 5000 واحد. يلا يا احمد. لا بقوا 6000. بقوا 6000 اهو. 6000 واحد بيشجعوك يا احمد. 6000 واحد بيشجعوك يا ابني انجز يا ابني. يا شيف معلش احنا ممكن نساعد احمد بالبطاطس. بطاطس بس. ماشي اتفضل واحد بطاطس. مساعدة بالبطاطس. حبيبي البطاطس خلص. انا عايز اقول ان البطاطس لوحدها تلكم يا جماعة. اهو بطاطس اهو يا احمد اهو بنساعدك. يلا 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 يلا. اللتر خلص. فاضل قد ايه؟ اللتر خلص وباقي دقيقة احمد. لا لسه مش دقيقة يا عم. متوتروش. دقيقتين ونص. لسه اهو دقيقتين ونص. دقيقتين ونص خير. دقيقتين ونص يا ابني انت خلاص قربت. انت كسبت يا شيف في الحالة دي. يعني ايه؟ اعتقد احمد هيكسب. بسرعة ان شاء الله. طب يلا 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 يا احمد بسرعة. يلا مش مهم الكوباية دي ما تشربهاش. يلا شوف وبالنسبة لدول. استنى بس انت دلوقتي. خلاص يلا انجز. يلا يا احمد عشان باقي دقيقة ونص. خلص بس السندوتش ده. يلا ابني ما تشيلش هم البيبسي. خلاص يا جماعة خلوه يركز. خلاص هي فاضل دقيقة. فاضل دقيقتين. دقيقتين يا صاحبي. ماشي دقيقتين. يلا اهي. خد بقى العيش كله بقى مرة واحدة. يلا. طب ركز انت بس. يلا يلا يا احمد. خلاص عصواني سيبوا البيبسي. خلاص انا خلصت يا جماعه. ما جاش على اللقمتين يعني. عصواني اكيد مش هنركز معاه شيف في اللقمتين. بس هنخلص هنشوف هنخلص قد ايه فاضل يعني. لسه فاضل معانا دقيقتين. يلا وادي بشات البطاطس اهوت. يلا خلينا نخلص. خلاص البطاطس خلصت. انت مش قدامك غير العيش بس انجز. انت قلت لك كل البطن. يلا فاضل دقيقه.
دي يا كوتش. يا رب يا رب يا رب. ها لا خلص خلص خلص، فاضل دقيقه معاك، فاضل دقيقه معاك، فاضل دقيقه معاك، فاضل دقيقه معاك ان شاء الله هتكسب. قول بس دول بسرعه. بس بالدوات اه باشمهندس محمد حسب المكان. باشمهندس محمد فاضل دقيقه معاك. يلا يلا كل ايش كل ايش باشمهندس. يلا يا ابني يلا ساندر ماشي مع بعض صوت الهوا حبيبي. ليش ليش بس يلا بسرعه. يلا احنا يلا ليش ليش دول على فكره العيش متقطع اكل اكل فراخ. يلا يلا خلاص ورينا 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 العدد التنازلي. خلاص خلاص يلا اهو 10 ليش اهو دول بس اهو 9 5 4 3 2 واحد. خلاص خلاص نقدر نقول مبروك. نقدر نقول مبروك. مبروك طبعا لسه على العيش والبيبس. مبروك طبعا. انا قلت لك مبروك اهو. ها يا شيف خلاص كده وداع. مبروك ايوه طبعا مبروك. انا خلصت العيش. السندوتش ده بامان الله تحفه. واحنا ممكن بقى نسيب له حق السندوتشات مش عشان هو بس على فكره المفروض كسب كده خلاص مفيش حاجه بسيطه. لازم نخلص العيش والبطاطس والكل. قول يا سيف بقى ايه هو ما قدرش يكمل معانا التحدي يعني. فاحنا مش مهندس محمد هنا مش هياخد منه طبعا الاكل. هيجرب بقى 200 تاني يعني كده كده لسه الاكل مخلص. اه وكده لسه السندوتشات وفي البيبسي والصوصات لسه ما خلصش. كده ايه اللي هيحصل؟ مش هي مش هياخد معانا ال1000 جنيه بس هياخد ال200 جنيه بتاعته. مش هاخد ال1000 جنيه بس هاخد 200 جنيه أوه. صح كده. طب هاتولي بقى نجيب احمد نشوف. وخلص الساندوتش بتاعه في 15. هو كده الساندوتش بتاعه خلص 15 دقيقه و28 ثانيه. طب يا شيف في حد قدر يعمل ده في المستوى ده كده؟ اه يعني في كذا حد كسب معانا في التحدي هنا عندي في مطعم. كذا حد كسب معانا خمسه. خمسة كسبوا. خمسة كسبوا. اه. في ايه؟ مش تعرفوني؟ انا المفروض انا العريس. طب بص يا احمد الشيف بيقول ان انت ما قدرتش تخلصهم كلهم. بس لا ما الشيف بيقول اي كلام. بس مش مهندس محمد صاحب المكان هو ال 200 جنيه بتوعكم. بس هندسة. بأمانة يعني تسلم ايديك وحاجة تحفة والله العظيم. بس انت ما قدرتش تخلصه. لا انا هاخد ال1000 جنيه دي بكرة. تعال تعال بس تخلصه. لا ان شاء الله خلصت. اكل فراخ انا متغذي النهارده خلي بالك. ماشي يا معلم شكرا يا احمد نورتنا. شكرا ليك نورتنا وان شاء الله نتمنى لك يعني حظ اوفر في مسابقات اخرى ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك. شكرا يا شيف. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا لكل متابعي اليوم السابع. كان معكم مصطفى جابر.